ما الذي تعنيه كلمة حقيقة في نظرك؟ ماذا تعني لك؟ قلت لك هذا يعني أنت تسألني عن مصطلحات كبيرة. حسون ليش؟ يعني في أنا أعرف الحقيقة وأعرف حقائق كثيرة، ولكن الأهم من عنده اللي أتمنى أنه أوضح لك إياه، الأهم من عنده أنه الحقيقة فيها هو هذا الفيلم، وكل ما كل شيء خارج هذا الفيلم هو غير حقيقة، حتى لو كان تصريح صادر من عندي. أنا أقول لك بهذه الصراحة، وأول مرة أكون يعني أعطي الحقائق والأمور بمصداقية عالية جدا. اعتمدت حكومة بوش على أقوال هذا الرجل في 2003 لتبرير الحرب على العراق. هذا هو المراوغ، دائما ما كان يلقب بالمراوغ. اسمه الحقيقي رافد أحمد علوان، منشق عراقي أخبر المحققين بأن صدام يمتلك أسلحة بيولوجية. إنه أفاق، ضربة معلم، كاذب، أراد السيارات الفارهة وعندهم كل هذه الرفاهية. لقد منحنا العراق فرصة وحيدة أخيرة. هو لفق سبب الحرب على العراق، كاذب، إنه سيء، مستمر بالكذب، طلب لجوءا للبقاء في ألمانيا، دفقوها للحصول على المال، كان يرثى لحاله، ملتوي، إنه مسؤول عن الحرب. هل يزعجك هذا؟ لا. لماذا؟ يعني ما يقرأ عني يختلف يمكن جملة أو تفصيلة عن ما هو رافد الحقيقي. يعني رافد الحقيقي يعني يختلف عن ما كتب عني يعني بصراحة. عندما حاولت أخرج لكي أجد مكان خصب لمعارضة صدام حسين لإسقاط صدام حسين. تقدر تشوف انه شعبك يسرق وشعبك يقتل وانت تسكت. هل غادرت العراق بقصد ان تبلغ ما تعرفه عن اسلحة الدمار الشامل؟ لا، اكون معك صريح يعني ديركت. كان إذن أود أن أعرف كيف حدث ذلك. وأنا قلت لك جاتي بالتدريج، يعني جاتي من المقابلات المخابرات الألمانية خطوة بخطوة إلى أن وصلنا إلى هالمرحلة. أنت يعني أقول لك فت شغلة على مود أختصر لك الأمور على مود يصير عندك فت تركيز بالأسئلة. أنت تبحث عن هدف إسقاط صدام حسين، أوكي، وتجد شخص يبحث عن نفس الهدف لإسقاط صدام حسين، تتعاون وياه ولا ما تتعاون وياه؟ أنا كنت أتمنى أروح لندن، لأن كانت كل المعارضة العراقية في لندن. أنا ما جيت لألمانيا، جيت يعني بلد الأحلام.
انت توصل الى مكان تتوقع انه اكو يعني في مخيلتك حقوق انسان و... جدا تندبي هذا المكان واقول لولا النظام لما وصلت الى هذا الحد. بعد 11 سنة يظهرون خونة من هذا الطراز. حاولوا يخربون العلاقة بين كل رفيقين مع بعضهم بالقيادة. اللي راح أقرأ اسمه يقوم يردد الشعار ويلحق ربعه. طاهر أحمد أمين، إسماعيل إبراهيم النجار، بدن فاضل، ماجد عبد الستار، سلمان داود نجرس. أنت مجرد، أنت في داخل العراق مجرد عبد لعائلة صدام حسين. يعني نحن عشنا في زمن الموت يحيطنا من كل الاتجاهات. طبعاً شلون نتصرف ويا الخونة بالنوايا؟ أنتوا تعرفون شنو إجرانا ويا هيش خونة؟ لا شيء غير السيف. من يتجاوز على الله يحكم بستة أشهر، ومن يتجاوز على صدام حسين يحكم بالإعدام. ثاني يوم نخلونا إلى مركز أكبر. أكيد راح تقول لهم طلب لجوء. بالتأكيد يعني ما يعني شو تقول له؟ شو تقول له؟ تقول له أنا جاي سياحة؟ ولا تقول له أنا جاي أريد أطلع البريطاني؟ تقول له أريد أطلب اللجوء. يعني هذا أمر معروف بكل العالم يعني مو فاتياتي. قلت لهم أريد أطلب اللجوء في ألمانيا. وصلنا إلى أن التحصيل الدراسي، فقلت له مهندس كيميائي، ف يعني رفع راسه بابا علي، يعني قلت له كيميكال انجينير. كان العمل وين كنت تشتغل؟ قلت له سابقا في ميك وبعدين طلعت من العراق يعني، فعرفت الوظيفة. فقال لي شنو هي الميك يعني تحديدا؟ فقلت له يعني الميلتري اندستري كومبلكس، هيئة التصنيع العسكري. فقال لي اوكي، وقف يعني ما كتب بعد. ماكو شيء، ما باي افضل من هذا بكثير. فوصلنا الى مركز اللجوء. في كل جنسيات العالم يعني موجودة فيه ناس كثيرين. لقيت اسمي في لوحة، هناك اكو لوحات للإعلان مكتوب اسمي علي، أنا راجع غرفة رقم 116 أتذكر في وقتها. يعني المشي متعارف أن القاضي عنده أسئلة معينة باللجوء.
زين أعطيني فد ورقة تثبت عندنا عراقي. ما عندي. قلت له ما عندي أي ورقة. يعني صدق ما عندي أي ورقة. قال لي زين أنتظرك لمدة أسبوع. اتصل سوي اتصالاتك وجيب لي أي ورقة. من دولة أوروبية وعندي إخوان عسكريين. قلت له ما أسويها فما. قال لي يعني ما راح أعطيك لجوء في ألمانيا. المهم طلعت على أساس أنه بعد يوم يومين أنه تجيني الورقة الرفض أرجع إلى أذهب إلى دولة أخرى. وأنت أكو شغلة بألمانيا أكو نوبات يخلوك معلق. يعني أكو ناس ظلوا معلقين سنين. لا هم قال لهم لا ولا قال لهم إيه. والله يعني بيناتنا الكلام قاعد قلت له علي وايد يعطوني رفض. قلت له علي وايد يعطوني رفض اني ما يعني من اي تاجيل هنا من اي تروح لندن. بعد بيومين لقيت مره ثانيه اسمي باللوحه. تختلف يعني أكثر حراسة وأكثر تشدد من المحكمة اللي يجري بها التحقيق. لقيت نفس الدكتور نوري وتريبل. دكتور نوري عربي قال لي يعني مترجم في هذه الدائرة وهي دائرة. وتريبل ألماني وقال لي هذا من دائرة اللجوء وشخص يهتم بالكفاءات الموجودة مثلا في العراق واللي محصلين على شهادات وانت قرينا هالمعلومات اللي يعني اللي تكاتبها بس انت ما عندك شيء يثبت انه انت عراقي. لحريد نسوي تيست بس انا الرجل لست يعني مو اختصاصي مهندس وما نقدر نسوي التيست في هالمكان. ووقتها قال لي كلمة دخلت ثانية قال لي وحماية لك من الناس الموجودين هنا. دكتور نوري قال لي أنت عندك تقبية؟ يعني قال لي لا لا تفكر أنه لأن هاي مصلحتك. يعني ما أعرف أنه هذا الكلام هواء في شبك. فمنتظر أنت موعد الامتحان يعني أنه تيست وما تيست لكن ماكو امتحان. قال لي انه نسوي السيره الذاتيه. سنه 1985 86 اكملت الاعداديه الكندي والتحقت بجامعه التكنولوجيه قسم الهندسه الكيميائيه في بغداد. كان العمل وين كنت تشتغل؟ قلت له يعني الميلتري اندستري كومبلكس هيئه التصنيع العسكري. فقال لي يعني شنو التصنيع العسكري؟ فقلت له يعني دائره انه كانت مختصه بالاعمال العسكريه وتصنيع المواد العسكريه. بعد ما اشتغلت
تعينت مهندس مقيم لمشروع البتروكيماويات، بالإضافة إلى عملي فتسند لي أعمال من الحكم أقوم به. ما كملنا يعني، بعد الحكم أكو مشاريع، هو توقف عن المشاريع البقية فركز على الحكم. قال لي أنت مشتغل بالحكم؟ قلت له أي. قال متأكد؟ قلت له متأكد. الموقع مالته في مكان صحراوي ما تتوقع. تصور هذا مشروع ضخم. الحكم سنة 95 تم بصورة كاملة السيطرة عليه من قبل لجان التفتيش. خلال فترة العمل في منشأة الحكم، ما الذي كان يتم إنتاجه هناك؟ لا يمكنك أن تنتج المادة البيولوجية الكيميائية، والمادة البيولوجية الكيميائية ليست أسلحة بيولوجية كيميائية. لكن كان بإمكانكم إنتاج البروتين المناسب. أقول لك، في هذا النوع من المشاريع يمكنك إنتاج أي شيء. يمكنك مثلاً إنتاج علف للحيوانات، وكذلك الأدوية والأشياء العسكرية. بعد ذلك لو أردت الحصول على أسلحة بيولوجية كيميائية، فهذه تكنولوجيا أخرى. هذا يعني أن منشأة الحكم هي المرحلة الأولى، الخطوة الأولى في إنتاج الأسلحة البيولوجية الكيميائية. تقريبا توقف يعني، هو الرجل ارتبك يعني. قال لي وقع هنا، قلت له ما وقع يعني، ما برقه ما اعرفها يعني، كفيتهم اول مره اشوفها. هاي احنا في المانيا من نستدعي واحد من دائره اللجوء يعني، فيصرفوا له مبلغ ما الذهاب والاياب لان ضيع من وقته، فما اقتنعت به. شفت انه يبدو كانت الميزانيه مفتوحه يعني، المبلغ اللي يطلبه ما يقول لك لا يعني. حقيقه اقول لك اياها بصراحه يعني، ما بس انا طلعت يعني، قلت له انه الموضوع انتهى يعني، ماكو داعي اكمل بالكلام، لان انا بالنسبه لي جوي صريح الى درجه بحيث كنت اقول للتريبل، اقول انا في كل الحالات خارج من المانيا. كانت قلت لك يعني حسيت واحد شهر ضاع من عندي. قاضي وهذا الشخص دا أشوف أنه دا يضيع بالوقت يعني. أنا ملفت ودرت، أنا بالنسبة لي ملفت ودرت من أول يوم دخلت ألمانيا، قلت أنا ما رايد ألمانيا. فكان يحاول يعني يصور لي ألمانيا جنة، لا أنت تبقى وأنت كذا وأنت مستعد تدور يعني، مصمم يعني. فأتمنى بس يعني إذا تقدر تساعدني ساعدني إنه يعطيني كتاب رفض.
يعني كان اللقاء يوم أربعاء أتذكر لي هسه، وبعدين يوم الاثنين لقيت اسمي موجود إنه في النقل. كان أحسن بكثير يعني تقارنة يعني ماكو نسبة يعني 90% فرق. شوف لوكسوس يعني غرفتين صارت غرفة بغرفة يعني يعني من مكان بثمانية إلى غرفتين بوحدك. باختصار سؤال واحد، يأتي شخص من المكتب اللجوء ويعرض عليك مالا ثم ينقلك إلى مركز لجوء أفضل، ألم يبدو ذلك غريبا بعض الشيء؟ لا انت احنا عندنا المخابرات شيء اخر. كان تجيك المخابرات العراقيه تاخذك تخليك في زنزانه تتكلم كل الكلام مالتك وبعد ذلك تقتل وتموت. هذا الاسلوب ما شفته انا، يعني ما شفت هالشيء. شفت شخص دا يسال وشخص عنده خبره وشخص في دائره اللجوء، وكنت اسال دائما يعني اسال يقول لي انه دكتور نيو يقول لي انه في دائره اللجوء. ما الذي ظننت أنه سيحدث؟ هل كنت ستستمر لو علمت أن الاستخبارات كانت وراء هذا؟ ها وهذا يرجع إلى الحديث اللي دار بيني وبين دكتور باول. عرفني عليه تريبل كأنه شخص يحاول أن يختبر المعلومات اللي عندي لكوني لا أحمل شهادة تخرج كوني مهندس من مدينة ثانية وكذا. بس الطلب الوحيد طلبه من عندي انه ما يكون مترجم. حتى تريبل ممنوع يدخل. رجل ما يعني ما عنده لف ودوران. ما قال لك اني مثلا بالعزول عام مع مثل تريبل او كذا، يعني كان صريح كلش الرجل. فقال لي قال لي اني جان تفتيش. يعني حتى اللقاء اللي اخذ العلمي مجرد هو كان فد برواز او فد اطار لكي يكون مدخل لهذا الحوار. قلت لي روي لي الحادثه صارت في مجمع الخيرات. قلت له قال لي أنا كنت موجود. لا قال لي أنا حاصل على فيلم استغفر الله. كان المنشق العراقي قد قال بأن وثائق مهمة كانت مخبأة داخل ما كان يدعى بمباني بتروكيماوية في وسط بغداد. كنت أنا مدير مهندس مقيم لموقع البتروكيماويات. مشروع الحكم وإدارة مشروع الحكم ومخططات الحكم كلها في الطابق التاسع. أجت لجان تفتيش، صراخ قوي جدا، أخلاء يعني معناته أخفوا الأمور كليتها. يعني كان الدولة العراقية لعبة القط والفار مع المفتشين. كمية وحجم الأوراق اللي لازم نخفيها كبيرة كلش. خفيناها قسم من عدم أقدر نخفيها، لازم نأخذها السيارة مالتي وخلينا الصندوقين حديديات لي ورا بالبيكر وديناها لبيتي، يعني بيت أهلي. انتهى الموضوع. فبحكم الموجودات بالبيت فظليت أقرأ.
قريت تقريبا كليتها. هل المعلومات التي اطلعت عليها في تلك الوثائق والمستندات هي المعلومات التي نقلتها فيما بعد إلى دائرة الاستخبارات؟ إيه أكيد هي كانت القاعدة، أكيد يعني أكيد هي كانت المعلومة الأساسية بالتأكيد، ما بالتأكيد. هو قلت لك انتهى اللقاء انه قال لي يعني كذا وكذا وكذا ويتمنى يشوفني، كان طلبي من عنده شيء واحد بس. اول سؤال سالته قلت له قبل ما نبدا بالنظام التسليح العراقي ما هي الغايه؟ قال لي اسقاط صدام حسين. قلت له باي طريقه؟ قال لي باي طرق. قلت له الحرب؟ قال لي الخيار الاخير. هذا اول لقاء بيني وبين باول، دكتور باول. قلت له إذا هذا المبدأ، قلت له إذا كان هذا الهدف أنا مستعد كل شيء أقول لك. هل أدركت عندئذ أن الأمر قد يفضي إلى حرب؟ هذه التصريحات والبيانات اعتيادي في حساباتي. إذا تسألني في حساباتي، في حساباتي الشخصية، في حساباتي الشخصية أعرف لا يوجد تغيير إلى الحرب. أنا أقول لك إياها بكل صراحة. هذه الصورة نتيجة الحرب في 2003 صح؟ ليش ما تجيب الصور في الثمانينات؟ يعني اكو صور أبشع من هاي الصور في الثمانينات. لماذا لا تخرج صور حلبجة عندما خسفها صدام حسين بالأسلحة الكيميائية؟ المشكلة لا تفكر أنه بالأمر بعقلية أوروبية. أنا أكو هدف، أكو هدف، كل إنسان عنده هدف. قد يكون بالنسبة لك أو بالنسبة للمشاهد الأوروبي قد لا يقتنع بهذا الهدف، ولكن المشكلة تعال معي وعيش في نفس الظروف وعيش في نفس الحكم، ثق بالله مستعد أن تقدم كل شيء من أجل إسقاط هذا النظام. دكتور باول اللي قال لي إنه عنده غرفتين. فسوي غرفة للعمل. فعلا اشترى لي الرجل يعني ادوات هندسيه كامله، كل ادوات الهندسيه. يريد ان يعني انا اكون مصمم. كان يعطيني يعني يعطيني واجبات قويه. اكو شغلات يعني كانت ما مر علي حقيقة، نقلتها من خلال الكتب اللي اعطاني اياها. ما يعني كأنه انت قاعد يعني يذكرك بأيام الدراسة. دكتور باول يا ما اشتغل بيها، لان تعرف انه العلاقه اللي ربطتني به والتفاهمات اللي صارت بيناتنا تجبرني انه اقدم فد شيء، يعني اقدم فد شيء. رحت يوم 13 لقيتهم حاضرين يعني حفله صغيره.
غيره. هو اجى تريبل محامل معه ورقة رسالة وقال لي هاي مبروك انه حصلت على اللجوء. ما هو الأثر الذي أحدثه اللجوء؟ هل أثر في اعتزامك الذهاب إلى إنجلترا؟ لا مناسة اختلفت بعد. أنت تمتلك الآن لاجئ سياسي ولقيت شخص ممكن أن يوصلك إلى حلمك بعد، ما محتاج الذهاب إلى لندن. بعدما اخذت الجواز مباشرة المفروض ادور على بيت. تنتج الحياة العيش في ألمانيا بصورة طبيعية. طيب وين تلقيت؟ يعني تلقى انه تدخل المدينة في جامعية، تدخل في جامعة تكمل. ماكو واحد يقول لك لا، يعني انت ماكو شخص يقدر. شفت البيت قالوا يحتاج إلى فترة زمنية معينة. تحولت من الأزولهايم إلى فندق. الآن بهالمرحلة، هاي المرحلة الفندق والالتقاء، تكونت مسألة الأسلحة البيولوجية. من الذي استعمل أسلحة الدمار الشامل؟ من كان أول من استعمل عبارة أسلحة الدمار الشامل؟ هو بالعالم؟ أنت أم بول؟ في اتصالاتك، في لقاءاتك. لأن يعني المشكلة من أعطيته كل المعلومات اللي عندي، حسيت هو دا يبحث عن شيء. هو دا يبحث عن شيء وهو مقتنع أكو أسلحة بالعراق، وهو مقتنع أكو تطور بالعراق. أعرف شي يريد. يريد دليل. الحكم معروف. يعني تعرف من خلال الحكم ومن خلال دا أحس إنه أكو شي، وأكو شي يوصلني إلى نتيجة. هي شايف اللعبة واحد، يعني أنت محتاج شي وأنا محتاج شي. يعني سيناتنا عندنا حاجة لشيء معين. دكتور باول، يعني لو أنت كنت هذا الحكم وإحنا لجان تفتيش وتريد أنه تخفي علينا، شنو الأساليب؟ يعني شلون نسويها؟ رسمت مشروع الحكم، قسمته على أربع ثلاث شاحنات. هذا ما حد تقدر تكذب أبي. أقول لك روح القاهم في بعد 5 كيلو. تروح بعد 5 كيلو ما تلقاهم، تقول لي ما لقيتهم. أقول لك مو هي السيارة تحركت، نقلت إلى غير مكان. كان هو مرتاح لها الفكرة ومقتنع بها. كنا يعني هو كان يعلم جيدا أن هذا الشيء هو عبارة عن نسج خيال لمشروع الحكم هذا، ولكن كانت الغاية واحدة، وأقولها بكل صراحة. يعني أنه أغني
الشاحنات تتواجد في منطقة جرف الندف. هذا المشروع مشروع تعفير البذور الكنتاني مدير موقع مالته. هني أصلا منطقة صناعية تحتوي على شاحنات كثيرة. هي منطقة جرف النداف مختصة بصيانة أو تصليح الشاحنات. يعني أكثر مكان بيه شاحنات هو في العراق كليته هو هذا المكان. فبالتالي الصورة مو فوق، تلك الشاحنات موجودة كثيرة يعني. هل قلت أيضا إنه وقع هناك حادث كيماوي؟ ولجعل المسألة برمتها قابلة للتصديق. عندنا مثل بالعراق يقول لك طباخ السم يذوقه. اللي يطبخ السم لازم يذوقه. لازم يعرف يعني. فهذا المعمل البيولوجي لازم يكون فيه خسائر بشرية. فأنت يعني تكذب يعني أنت يعني مثلا أنا أجي أقول لك معمل بيولوجي أنشئ وكذا وهاي وما مات فيها أحد، تقول لي أنت مجنون. فليس من المنطق أن تقول في العراق هناك مصانع وتقول هناك عدم ضحايا. مو منطقي يعني، مو منطق. إذن كذبت علي؟ هل قلت إنه كانت هناك شاحنات؟ أم قلت إنه كان من المحتمل أن تكون هناك شاحنات؟ أنا قلت له موجودة. مو كنت لا أنا ما أكذب عليك ما يعني أنت ما أكذب عليك أنا قلت له موجودة. أنا ما أقول لك ما أقول لهم يمكن موجودة. قلت له موجودة. مو تريدني أكشف كل الأوراق؟ يعني المشكلة أنه بعد ما يعني بعد ما تأكدوا أنه هذا الشيء اللي حصل والتصاميم صحيحة والربطات صحيحة فالنوبة صرت أني مصدر خوف، أني مراقب. يعني ما كنت تشعر بالحراسة أو بالمراقبة إلى أن قلت لك التقيت بشخص عراقي اسمه فالح. فالح كان صاحبي يعني بالمدرسة وأصدقاء جامعة وأعرف أنه قريب من النظام. وكان هو ومعه شخصين. انصدمت يعني هذا شخص يعني آخر ما أتوقع أن ألقاه في ألمانيا. يعني أنت تعرف مدينة أرلانجن يعني ما بيه بس طلبة. يعني مو مفهد مدينة مثلا تقول لقيتها بميونخ وجاي سياحة. لأن ما تصدف يعني أكو صدف. حتى لو كانت هي عن طريق الصدفة. بس وضعيتي في ذلك الوقت ما يعني ما أتخيل. البيت بعده ما كامل. يعني عندي مفاتيح البيت بس بعد كأثاث. وجود هذا الشخص مع وجود يعني اكو فد لعبه. شنو هي اللعبه ما اعرفها. ثاني يوم الصبح خابرني تريبل. سلام عادي. قال لي اكو حدث جديد. يعني حسيت انه يعرف. يعني شخص يخابرك ويقول لك يعني اكو فد شيء جديد حدث او كذا وهاي. فهذا اكد لي انه انا كنت تحت المراقبه ولا كيف يعرف تريبل انه انا التقيت بشخص او كذا. قال لي راح تتحول لمكان 5-6 ايام. قال لي أنا جايك هسه. لازم تغيرت علي الدنيا كلي. بينت يعني في السيارة واقتنعت إنه دول الناس وياي مخابرات.
صارت قمة الخوف عندي بحيث ما تكلمت ولا كلمة. مما خفت؟ مو قلت لك عندما يعني الموت أن أقتل، يعني بصراحة أن أقتل. يبدو أنه حس أنه أنا مرتبك منه، أنه يطمني، أنه لا تخاف كذا، الأمور مسيطرة يعني. يعني شو يقول لي أكون مطيع؟ لما لم تقاوم؟ لماذا تحملت كل شيء؟ قلقت بواحد وقتها يعني ما تعرف تتصرف. هل بلغك أحد بسبب أخذ تلك العينة؟ فقالوا هاي طلعت من مستر باول، حاب يأخذ دم من عندك لكي يجرون فحوصات بالدم، خاف عندك أمراض معينة كذا، هاي على مود يحاولون إنه إذا في مرض لأن تجاه من العراق. بسيارة الإسعاف؟ أي بالأمبولانس. لحد وين؟ عليك مستشفى؟ لا بالأمبولانس. تريبل انسحب من الموقف كله بالكامل انسحب. يعني أنا ما أعرف أحد، بس أعرف تريبل، غير تريبل ما أعرف. الآن حدي لهنا أنت بعد ما شفت تريبل نهائيا يعني. ليه تحس نفسك مخنوي؟ أنت شخص رأساً وتشوف ناس خمسة ما تعرفهم يحاولون يعزلوك عن العالم. هم عندهم في الطبيعة دائماً بالمجموعة مالتهم يخلون واحد يكون قريب إليك جداً، يكون أقرب شيء إليك بحيث تعتز به، يعني تعتبره صديق عزيز. اسمه ماكسيميليان بايرش قح، يعني من كانوا يعني مثلا يذبحون الى سفرات، يعني الشيميزي، يعني كل تقريبا كل البايرين انا ندل يعني. يعني كنت أروح لأن تعرف وقت ما يعني وقت طويل، يعني هي مجرد يعني ده أشوف جو معين. تليفونات منهم أقول لهم ليش يقولون الحماية إلك؟ أنا همي شغلة واحدة، همي بس أرجع لإيرلانجن. وهي قالوا لا انسى، خطورة، ممنوع توصل. يعني كل مكان هم ردوني بي أنا طقيت بصور. لازم أثبت، يعني لازم أكون إثبات إنه أنا كنت في هالمكان في هذا الوقت.
تتعامل مع جهاز، يعني تعرف تتعامل مش جهاز مخابرات، يعني تتعامل مع دولة، يعني عنده عقول مفكرة، يعني عنده قوة ذات، يعني تلو تقيسها، يعني ترى بالنسبة لهم ما قدوتني، يعني يسوي لك هيك يجعصك، يعني ينهيك يضيعك.